بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني كفاءات أردنية، وكما عودناكم في كل حلقة نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي في ضيف حلقة اليوم المحامي الدكتور هاشم نصار في شركة الضياء للمحاماة والاستشارات القانونية. بداية مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا. نورنا طبعا عبر قناة دوسات الفضائية. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. دكتور حضرتك أشهر من تعرف وغني عن التعريف، بس بداية يعني من حق المشاهد أن يعرف عن حضرتك أكثر، عن بداية مشوارك العملي كيف بلشت؟ تفضل. من أول شيء بتشرف وجودكم معنا، وهذا شرف كبير. قناة دوسات الفضائية، مرحب فيكم في مكتبنا وشركتنا، شركة الضياء للمحاماة للاستشارات القانونية والدراسات والتحكيم. بداية أول بحب أول شيء أنوه، لأنه هذه الشركة إلي ولا شريكي الدكتور محمد الفواري، هو شريكي وأستاذي وأخي. بداية ثانيا، حقيقة بداية مشواري أنا ما كانت مع القانون المحاماة، يعني كانت بدايتي مع الفكر و مواكبة القضايا الاجتماعية وعلم النفس ومواضيع فكرية يعني بشكل عام. لكن بعد دراسة عميقة وبعد قراءة مطولة في كثير من العلوم، وجدت أنه لا يمكن توظيف هذه العلوم بشكل مجدي وشكل مفيد لمجتمعي وطني إلا من خلال مهنة مشرفة مثل مهنة المحاماة، لأنه حقيقة مهنة المحاماة هي مهنة الدفاع عن المظلومين، وهذا الأصل فيها. وأنا أجد أنه يعني مهنة المحاماة من أنبل المهن، بالإضافة طبعا للقضاء ولكثير من المهن. طبعا لا شك أنه في عنا مهن كثيرة نبيلة، لكن مهنة المحاماة لها ميزة خاصة، لأنه كل العالم يعني ينشد الحق وينشد الحرية، ولا يمكن تحصيل هذا الحق وتحصيل الحرية إلا من خلال أشخاص يعني يستطيعون الدفاع عن الحق والحرية، ويستطيعون أن يعيدوا الحق إلى نصابه الصحيح، وأن يعيدوا الحقوق إلى أصحابها. وهذا لا يتم إلا من خلال يعني رجال قادة لهم خبرة وباع ومعرفة قانونية طويلة من ناحية، ومن ناحية ثانية لهم قدرة وقوة على استخلاص الحقوق من مكامنها وإعادتها إلى أصحابها. بداية أنا درست البكالوريوس في جامعة آل البيت، وكنت الأول دفعتي الحمد لله بامتياز، وكذلك في الماجستير في آل البيت بامتياز برضو، وكمان أكملت دراستي، كمان أخذت الدكتوراه من جامعة لاهاي. بدينا أنا والأستاذ الدكتور محمد الفواري بتفكير بدعم بعضنا البعض من خلال إنشاء شركة المحاماة، هاي اللي هي شركة الضياء للمحاماة. وبداية السنة طبعا يعني 2017 احنا بدأنا فيها، يعني مش بعيد المدى يعني بالنسبة لإنشاء الشركة. لكن بتوقع انه يعني راح يكون لنا يعني ان شاء الله مستقبل طيب، خصوصا انه احنا هدفنا مش ربحي مادي كأساس. نعم. مع انه الربح والأمور المادية لا شك انها لها يعني هي مطلب، لكن مش مطلب أساسي. مطلبنا الأساسي هو خدمة مجتمعنا ووطننا. وبصراحة وجدنا انه في عندنا مجال كبير وواسع في هذا الجانب، من خلال اولا احنا بدنا نقوم في عمل دراسات قانونية متخصصة ومنهاج عبر سلسلة قانونية موجهة لطلاب الجامعات. نعم. لانه احنا بنجد انه الاشكالية الخطيرة اللي احنا مواجهها في مجال القانون ومجال المحاماة بشكل عام هي عدم التأهيل الصحيح للمحامي أو القانوني بشكل عام، سواء يعني قاضي أو محامي أو قانوني باحث قانوني أو حتى يعني بدوائر الإجراء والتنفيذ. الإشكالية إنه إحنا عندنا نجد إنه في فجوة هائلة ما بين العلم والمعرفة من ناحية ومن ناحية التطبيق، ولذلك إحنا فينا إشكالية في تنفيذ القوانين وتطبيقها من قبل جميع الأطراف، مما يؤدي طبعا إلى إطالة أمد التقاضي. هذه إشكالية طبعا يعاني منها المواطن كأساس في المشكلة، يعني في المعاناة، ويعاني منها أيضا المحامي والقاضي حتى نفسه ودوائر التنفيذ. هذه من ناحية، إذا تحبوا نكمل. لا أكمل تفضل. شكرا. هلأ من ناحية ثانية إحنا نفكر طبعا إحنا الآن بلشنا في موضوع موقع إلكتروني يعني يحاكي المواطن بشكل مباشر ويتفاعل معه بشكل مباشر من خلال تقديم استشارات عامة مجانية. طبعا الاستشارات المجانية هي مش استشارات العامة، مش استشارات بقضايا مخصصة، بحيث انه يستطيع انه يتنور على حقوقه وواجباته وحريته
بطريقه يعني منظمه بطريقه قانونيه، بحيث انه يستطيع انه يعني يحصل المعلومه بشكل صحيح ويتوجه للجهه المختصه الصحيحه لتقديم دعوته او شكوى. هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه ثالثه عفوا، راح يكون هذا الامر مرتبط بتطبيق اندرويد، يعني تطبيق على الاجهزه الذكيه. هذا ايضا يعني بجوز هي خطوه تكون نوعا ما جريئه وفعلا تعبير عن نوعي عن الشفافيه. هذه الخطوه بتساعد فئتين من الناس، فئه عامه اللي هي فئه المواطنين بشكل عام، اللي هي استكمالا لمشروع الموقع الالكتروني، بحيث انه يستطيع انه كل مواطن انه يقدم او يقوم يعني بتقديم استشارته او السؤال عن اي موضوع عام بيتعلق بالقانون، واحنا نجيبه من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه يتيح للزبائن بشكل خاص انه يتابعوا قضاياهم وبشكل شفاف، انه مثلا متى موعد الجلسه، شو تم بالجلسه، شو الامور المستجدات على قضيته. هذا باختصار. نعم بالتاكيد. بشكرك طبعا محامي هاشم. الان نفوت اكثر بالتفاصيل، نعرف الساده المشاهدين الخدمات اللي بتقدموها، اليه العمل هون بالشركه كيف بتتم؟ احنا بنقدم خدمات، اول شيء خدمات مهنه المحاماه بشكل عام، يعني من استشارات قانونيه، يعني الجميع بدنا نتحدث بالضبط. يعني احنا طبعا محامين نظاميين، بنقدم استشارات خدميه او استشارات قانونيه خدميه يعني للمواطنين، اللي هي الاستشارات العامه القانونيه العامه، وضمن عقود ايضا مع شركات، في عندنا عقود مع شركات لتقديم استشارات قانونيه وعمل عقودهم وتنظيمهم، تنظيم الهيكل التنظيمي مثلا، نعمل لهم مثلا النظام الداخلي، اي صفقات بيقوموا فيها او اي اجراءات او اي تعاملات مع اي جهه رسميه او غير رسميه، احنا بنقوم بتوجيههم للتعاقد الصحيح او التفاعل الصحيح مع اي جهه بطريقه قانونيه تبعدهم عن اي اشكاليات في المستقبل. من ناحيه ثانيه ايضا نعمل نوع من انواع، حكيت سبق الحديث عن دراسات قانونيه، وهي شغالين عليها طبعا من خلال انا عندي كتاب في الجرائم المخله بالشرف واثرها على الوظيفه العامه، وفي كتاب ثاني تحت النشر اللي هو دور السلطات العامه في تكييف الجرائم التي يرتكبها الموظف العام. وفي عندي طبعا سلسله كتب بالاشتراك مع يعني الساده من الساده الكرام في الجامعات وبعض القضاة المحترمين في محاكمنا الموقرة، في تقديم يعني شيء مميز للقانونيين بشكل خاص وللمواطنين بشكل عام. المهم جدا في هذه الدراسات اللي احنا بنقدمها انها تواكب العصر، من ناحية تواكب نقول يعني الاتفاقيات الدولية الحديثة، وتواكب النظرة الحديثة للقانون والحقوق والحريات. يعني انه في عندنا اشكالية انه اكثر الكتب الدراسات قديما تم تعديل القوانين بشكل مستمر عبر السنوات الماضية، ولم تم تعديل المضمون او المحتوى القانوني في هذه الكتب. لذلك احنا نأمل و يعني نتطلع انه احنا نقوم بعمل دراسات متخصصة وضمن منهجية تتكلم عن النص القانوني، الأحكام القضائية المتعلقة فيه، الآراء الفقهية وآراء نقدية معينة، بحيث أنه نحاول نسد الفجوة والعجز الموجود في التأهيل المعرفي عند القانوني. نعم نعم. محامي هاشم، مثل ما بنعرف أي مشروع سواء يعني قانون ولا غيره اللي بمر بمشاكل معوقات، بس انا من وجهه نظري دائما سبحان الله المحامي بيواجه صعوبات ومشاكل اكثر من قبل الزبائن. صحيح. من قبل حدثنا اكثر عن المشاكل، تفضل. احنا عندنا مشاكل، يعني احنا كل مشاكل اصلا بتصب عنا، احنا عايشين على المشاكل للاسف. نعم. يعني احترام للجميع. في الحقيقه اشكاليتنا الاساسيه مع المواطن، يعني من حيث البدايه ومن حيث النهايه. ايش مشكلتنا مع المواطن؟ مشكلتنا مع المواطن الاساسيه انه في عندنا أزمة ثقة ما بين المواطن وما بين المحامي. نعم. المواطن على حق والمحامي على حق، للأمان يعني. المواطن بيشعر إنه في عنده إشكالية في التعامل مع المحامي، حيث إنه المحامي يعني بيطول عليه في استصدار القرار، وبفكر إنه المحامي هو اللي بيصدر قرار. القرار ما بيصدر المحامي، القرار بيصدر المحكمة. المحامي بنحكي دفاع عن بيقوم في واجباته الإجرائية. نعم. المعينة. طبعاً في كما نعلم المحامي له يعني في جانبين في وظيفته وعمله، جانب يتحتم عليه في إنه يحصل نتيجة ويحققها، وفي جانب آخر يبذل عناية مثل الطبيب. الطبيب في يعني بيقوم في إجراءات معينة، بيبذل العناية اللازمة للمريض تبعه.
بس مش مطلوب منه في كثير من الأحيان تحقيق نتيجة، لكن في بعض الأحيان مطلوب منه تحقيق نتيجة. إحنا في مجال عملنا المحامين مجالنا دقيق جدا وحساس جدا حقيقة، في بعض في كثير من الإجراءات يجب علينا أن نحقق نتائج، مثل قضية مثلا تقديم اللوائح في مواعيدها، أو تقديم مثلا أو يعني القيام ببعض الإجراءات ضمن مواعيد محددة، إذا ما قدمناها في مواعيد محددة ممكن نخسر أو نخسر وكنا الدعوة. هذه القضية خطيرة، وهنا يجب علينا تحقيق نتائج. لكن في أمور أو في مجالات أخرى ما بيكون مطلوب منا تحقيق نتائج، بيكون مطلوب منا بذل العناية، بذل الجهد المطلوب في الدفاع عن الموكلنا. الآن الإشكالية بتصير إنه في عنا إحنا بنواجه إشكاليات خطيرة جدا حقيقة، يعني وأحيانا بتكون تعجيزية. يعني مرات أنا ملف بدي أصوره يعني أسبوعين بستمر بالذهاب والإياب إلى أحد المحاكم عشان أصور ملف، فما بالك في تقديم كفالة. أنا لما بقدم كفالة بروح بقدم كفالة بجلس أسبوع ذهابا وإيابا على محكم عشان أقدم كفالة، وبيقولوا لي الملف مش موجود. هذا شيء كارثي. المشكلة إنه المواطن هنا بيشعر في إني أنا بماطل معه وإني مش متابع قضيته بالوقت اللي أنا بكون يعني انتهت أعصابي في متابعة قضيته. هو معه حق، لأنه تعرف صاحب الحاج يعني مثل ما يقولوها بين قوسين أران يعني، أو يعني بيكون عنده نوع من القسوة يعني ومن نوع المطالب الحثيث، وهذا حق له. لكن هذه الإجراءات المعقدة في المحاكم خاصة من دوائر التنفيذ والإجراء عملت لنا إشكاليات مع المواطن وصار فينا أزمة ثقة. وللأمانة في كثير من الأحيان بيكون المواطن محق، يعني بيكون في إشكالية عند المحامي يعني في كثير من الأحيان، وفي كثير من الأحيان أخرى بيكون لا الإشكالية مع المحامي بالعكس، هو بيكون ضحية كمان للإجراءات المكتبية. فعندنا هاي الإشكاليات الأساسية مع المواطن، وفي عنا إشكالية طبعا مع الدوائر التنفيذية حكينا اللي هي إطالة أمد التقاضي، من حيث إنه تصوير ملفات عندنا إشكالية، تنفيذ الأحكام في عنا في إشكالية، وتطبيق الإجراءات القوانين عفوا في عنا إشكالية. يعني عندنا في المحاكم في كثير من الأحيان يقدم العرف والعادة والإجراء المتوارث على القانون، وهذه إشكالية يعني صراحة يعني فيها مشكلة. دكتور هاشم، الآن نتحدث عن أبرز المشاكل اللي واجهتها، يعني ما نحكي عن أبرز المشاكل كانت متكررة معك في المحاكم، حدثنا أكثر. أكثر المشاكل هي صراحة يعني جهاز القضائي، جهازنا القضائي يعني نعتز به ونحترمه يعني ونجله حقيقة، يعني شيء مشرف، ومحامينا يعني مشرفين. وبهذه الفرصة بنتهز هذه الفرصة وببارك لأستاذ العظيم عطوفة مازن الشريدات على تولي منصب نقيب المحامين والمجلس الموقر أيضا، يعني أمامهم حقيقة مهمة صعبة. إحنا نعرف أنه في قانون نقابة المحامين عندنا مادة 40 فيها نوع من أنواع الحصانة للمحامي، أعطت نوع من أنواع الحصانة للمحامي، إلا أنه حقيقة أن في إشكالية في كفالة هذا الحصانة من قبل الأجهزة الرسمية في كثير من الأحيان. يعني تفتيش المحامي أحيانا يتم تفتيش المحامي بطريقة يعني مش لا تليق بمهنة المحاماة، يعني لماذا؟ تحت أعذار مختلفة، طبعا أعذار أنه في إشكالية أنه ممكن بعض المحامين بيقوموا بممارسات غير قانونية، هذا حكي موجود، لكن هذا لا يبرر انتقاص من القانون او التغول على القانون باسم انه في بعض الاحيان في اشكاليه ممارسات فرديه عند بعض الاشخاص محامين. لانه لو بدنا ناخذ هذا الشيء بالاعتبار، في عندنا كثير ايضا من نفس المتواجدين في المراكز الامنيه او متواجدين في اي جهه اخرى في عندهم اشكاليات في الممارسات القانونيه، ومع ذلك لا يشكل هذا مبررا لتجاوز القانون. فاحنا يعني مطالبه يعني مجلس النقابه الان والنقيب عطوفه النقيب الان مطالبين بتفعيل هذه المادة وبالتشاور والتحاور مع الأشخاص ذوي الاختصاص في الأجهزة الرسمية لتفعيل هذه المادة بشكل حقيقي من ناحية. من ناحية ثانية أيضا الإجراءات اللي بتتم في المحاكم عندنا فيها نوع من أنواع نقول إهدار نوعي حتى لو نسبي لنقول لرقي مهنة المحاماة، واحيانا هذا الشيء يعني بيشكل عائق امام المحامي حتى يعني بعض الاحيان بعض المحامين انا وجدتهم يعزفون عن ممارسه المحاماه وبده يترك مهنه المحاماه من وراء قضايا مثل هذه. نعم. فبحاجه انه احنا يعني نعيد النظر بشكل جاد وبشكل حقيقي في حوسبه الدعاوى والقضايا، لانه في عندنا في نماذج عندنا متقدمه حقيقه يعني من ناحيه حوسبه القضايا في الدول العربيه فضلا عن الدول الاجنبيه.
فاحنا بحاجه الى حوسبه هذا يعني نظام حوسبه متكامل وارشف متكامل وهذا طبعا ماشيين فيه لا شك انه المحاكم ماشي فيه الان لكن بطيء جدا. احنا بحاجه الى تفعيل هذا الشكل بشكل اسرع بحيث انه ما يكون عندنا يعني ركون على الاشخاص بقدر ما هو في ركون على الاجهزه الذكيه حيث نقلل ونخفض امد التقاضي لابعد حد ممكن ويحصلوا المواطنين حقوقهم. يعني احنا بنجدد قضايا عماليه مفروض تفصل في خلال 3 أشهر أو 6 أشهر تجلس احيانا 2 و3 و4 سنوات قضايا عماليه اللي هي القانون اعطاها ميزه يعني نوعيه من حيث سرعه التقاضي ومع ذلك ما في تفعيل هذا حقيقه على ارض الواقع. نعم. محامي هاشم الان نتحدث عن يوجد تعاون بينك وبين نقابه المحامين تعاون كبير؟ لا شك انه كان من نقابه المحامين يعني في انا بتحفظ على بعض الاجراءات اللي كانت سابقه يعني مع احترامي ل النقيب السابق ومجلس النقابة كل احترام لهم يعني لكن كان في نوع من أنواع نقول يعني بطء في أو في نوع من التقصير خلينا نكون صادقين في التعامل مع قضايا المحامين ومشاكلهم ولذلك في أن التراكم في مشاكل المحامين مع الجهات الأجهزة المختلفة سواء الإجرائية والتنفيذية أو مع المحاكم او مع جهات اخرى مثل صناعه التجاره نعم ليست مشكلتك ايضا دكتور هاشم وغيرك من المحامين هلا ان شاء الله تتحسن المشاكل مع النقيب الجديد ان شاء الله من ذلك ان شاء الله. الان رح نسمع منك كلمه للخريج الجدد في نفس المجال لزملائك ايضا في نفس الاختصاص ايش تحب تحكي لهم؟ والله في هذا الصدد انا في عندي طبعا كتبت مقال في هذا الموضوع يعني بالنسبه وجهته طبعا لعطوفه نقيب المحامين ولمجلس النقباء لأن مجلس الخريجين الجدد بحاجة إلى دعم هائل جدا يعني دعم يعني من كل النواحي حقيقة نحن نجد أنه ما في تأهيل حقيقي في الجامعات في إشكالية خاصة في الناحية التطبيقية والعملية يعني عندنا في كل العالم الناحية التطبيقية والعملية بتتم في خلال المحاكم عندنا في الجامعات بتخرج القانوني لا يفقه عن المحاكم شيء بشكل أساسي يعني أو بشكل عام يعني إلا ندرة من بعض الزيارات أو بعض النشاطات بتقوم فيها بعض الجامعات بشكل يعني بعيد يعني بين يعني مش ليس بشكل جاد حقيقة. نعم. اللي نطلبه إحنا يعني من نقابتنا إنه الآن في عنا إشكاليات في موضوع التدريب بالنسبة للمحامين المتدربين. في أن إشكالات في الرسوم اللي بدفعوها حقيقة أنا كتبت مقال في هذا الموضوع مثل ما سبق حكيت لك فبنتمنى أنهم يقوموا بمثلا تقسيط مثلا الرسوم على المحامين الجدد بنتمنى أنه يعني يعيدوا النظر في عملية تأهيل هؤلاء المحامين بشكل جاد وفعلي لأنه في كثير من الأحيان يكون تأهيل هؤلاء المحامين صوري مش حقيقي وإحنا بحاجة لتأهيل حقيقي نتمنى أنه يعني يعيدوا النظر في قضية أنه وجود امتحان شامل غير الموجود الان اللي هو التحليل الشفوي اللي احنا متحددين عليه في عندنا في النقابه لانه في نوع من التجاوز انا بحس انه في هذه الامتحانات بدنا امتحان احنا مثل ما بيصير في اوروبا في امريكا في عندنا امتحانات شامله للمحامين حيث انه فعلا تحدد كفاءته وقدرته على ممارسه المحاماه واستخراج واستنقاذ حقوقه نعم وهيك بتكون ايضا يعني حتى لدى الطالب يعني بيكون طالب صدق واخلاص نعم بالضبط بالتاكيد بشكرك سعاده المحامي هاشم الان بنحب نحدد للساده المشاهدين اين موقع شركه الضياء للمحاماه وارقام الهاتف للتواصل تفضل شركة الضياء هي في شميساني في شارع الشريف جميل بن ناصر مقابل مطعم قصر يلدز في مجمع الشمالي الطابق الرابع طبعا ارقامنا انا والدكتور محمد الفوارث يعني ارقام شخصيه وفي ارقام الشركه الارقام سوف تظهر على الشاشه عند الزميل ضياء بدران ان شاء الله بشكرك مره ثانيه يعطيك الف عافيه شرفتونا وفي نهايه حلقتي لهذا اليوم اتقدم بجزيل الشكر العرفان للمحامي الدكتور هاشم منصور نصار على تواصل دعم لهذا البرنامج بشكرك مره ثانيه يعطيك الف عافيه شكرا لكم